قالت لي سبحان الله، والله يا أختي إنه من أول يوم بدأت بهذه الرقية، من أول يوم شعرت بتحسن. ثم إني تجردت من حولي وقوتي، ولجأت إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كثير منكم أخواتي بيسألوني، يا آلاء نحن نشعر بالكسل، نشعر ما نقدرين نعمل شيء، ما قادرين نسوي شيء، عنا ضغوط، عنا أمور كتير، منحس ما نقدرين نسوي أي شيء، في منحس جسمنا مكسر، منحس ما نعرفين نسوي أمورنا، نضبط حياتنا، ننجز أعمالنا، حياتنا فيها خمول، فيها تعطيل، فيها هيك نوع من يعني ربط، ما عم أقدر أسوي شيء، واقف مكاني، حتى بشغلي، حتى بدراستي، حتى مع أولادي، يعني مع زوجي، ماني قادرة أسوي لهم شيء، ما أقدر أعمل لهم شيء، ما أقدر أنجز في حياتي، هيك في شيء كأنه فجأة هيك وقف بحياتي. يعني ألا شو نعمل، شو الحل؟ أنا كتير عصبية مع أولادي، أنا كتير عصبية مع الناس، أنا إنسانة حساسة كتير، نفسيتي تعبانة، حاسب اكتئاب مفاجئ، ضغط، ضيق. اسمعي قصة هذه الأخت التي كانت تعاني هذه المعاناة نفسها، ورب سبحانه وتعالى شفاها ورجعها أحسن مما تتخيل بفضل الله بعد مداومته على هذه الرقية. قلت يا آلاء أنا حابة أوصل هذه الرقية للجميع. طبعا هي راسلتني على التيك توك، أنا بقلكم أخواتي الحابة تتواصل معي تراسلني على رسائل التيك توك، حسابي بنفس اسم قناتي ولا هم يحزنون. ارسلي لي على التيك توك، ممكن أقرأ القصة، وإذا كنت أستطيع أن أرد عليك بجواب إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيقدرني إني رد عليك. المهم هي رسلت ليها قصة، قالت يا آلاء أنا كنت أعاني من الخمول، فجأة كنت ما شاء الله من النوع النشيط، كل همة، كل عطاء، كل يعني بيتي مثالي في كل شيء، مع زوجي، مع أولادي، بدراستهم، بعملي، بوظيفتي، كل شيء على النقطة. يعني بحب النظام، بحب يعني فضل الله، كنت أقوم من نومي بنشاط، وكنت يعني ما فيني أي شيء. وسبحان الله يعني شافتني وحدة من الموظفات التي كانت معي في نفس الغرفة اللي أنا جالسة فيها، وتسألني وتقولي يعني شافتني عم بحكي مع أولادي ونظم أموري، وأنا هيك أنا قاعدة على مكتبي، فبتقولي يا الله يعني يا فلانة كل هذا الشيء بتعمليه باليوم، أكل، الطبخ، الأولاد، دراستهم، دوامك، بترجعي، كل هذا نظامك ماشي تمام، يعني شو هالفلهوية هذه؟ هذه سبحان الله يعني قبض قلبي من كلامها، وهي ما ذكرت الله. وأترجعت على بيتي، حسيت هيك فجأة شيء فيني تغير، حسيت مفاجئ، يعني تغيير مفاجئ هيك بحياتي، صرت رجعت نمت هيك ما فقت لبعد حتى ما أذن المغرب، ما يعني هيك صار فيني ضيق، صار فيني اكتئاب، وكل ما يوم عن يوم اتطور أكثر وأكثر، يعني لا صرت دير بالي على أولادي، ولا دير بالي على البيت، ولا دير بالي على دراسة أولادي، ولا على أكلهم، ولا على زوجي، ولا فطلع نايمة مهملة نفسي هيك، فجأة تغيرت، انقلبت. يعني مضى هذا الأمر علي
كل ماله يزداد أسوأ، لأنه طبعا الإنسان وقتها يعني يكون بإهمال، ويكون تراكم عليه الشغل وتراكم عليه، والولاد يهملوا، ويعني بصير هيك الضغط أكتر بيزيد عليك، يعني بزيد نفسيتك تتعب أكتر، لأنه بتحسي الدنيا زادت أكتر وأكتر. فما أنت قلتي أنا خلاص بدي مثلا، أنا والله ماني قدران اليوم، ماني قدران أسوي، لا لا، هي بزيد الضغط أكثر، فكان يزيد علي الاكتئاب أكثر وأكثر كل ما أشوف الشيء اللي علي اللي أنا تركته، وحياتي تلخبطت، يعني ولادي صاروا حتى ما يسمعوا كلامي، صرت حياتي غريبة. وسبحان الله يا ألاء، بتأتيني رسالة على جروب العائلة عنها هيك، يعني رسائل أنا ما بفتح، يعني ما بفتح رسائل واتساب ولا بهتم، لكن هالمقطع جذبني على الحراسة المشددة، هيك اسمه المقطع. شيخ يتكلم عن كيف تحمي نفسك من الحسد ومن العين ومن الجن ومن السحر وكل هذا الكلام بهذه الرقية، برقية معينة كانت موجودة بهذا الفيديو. وهذا سبحان الله، كأنه يعني سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى عندما يهدي، عندما يشاء أن يهدي سبحانه وتعالى، فلا مضل من يهده الله، فلا مضل له، فلا مضل له، لا يستطيع أحد أن يقف بوجه هداية أحد. فقالت لي سبحان الله يا ألاء، هيك تذكرت كيف هذه الأخت، هذه البنت اللي كانت معنا بنفس الغرفة اللي أنا بشغلي، قالت لي أنت كيف مصمي حالك وكم دايرة البيت حتى من بعيد، ودايرة بيتك وأمورك كلها على الألف يعني. وذكرت سبحان الله كيف نفس اليوم رجعت تعبانة وما لي حل سوي شيء، وكأني مريضة وهيك يعني. فقلت أنا أكيد صابتني عين وصابني حسد، فملتزمت بهذه الرقية. جلست بعد صلاة الفجر، هي خلاص قررت أني أرقي نفسي، وعبيت كاسة مي عادية، كاسة مي عادية، وقرأت فيها قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، مع آية الكرسي 1 مرة. وأنفث بعد كل ما أنتهي من السورة، من السورة يعني، هي 3 مرات كل مرة، كل ما أنتهي من مرة أنفث في الماء، وبعدها أشرب الماء بعد صلاة الفجر، وأفعل نفس هذه الرقية بعد صلاة العصر للفجر، والتزم فيها يعني أقرأها وأشربها وأمسح على جسمي. قالت لي سبحان الله، والله يا أختي إنه من أول يوم بدأت بهذه الرقية، من أول يوم شعرت بتحسن، حسيت حالي منشرحة، حسيت حالي كأني فئت من نومي، كأني كنت نايمة وفئت، صحيت، فتحت عيني، كاني شاربة فنجان قهوة تقيل. سبحان الله، كل نشاط وطاقة، ورجعت حياتي الحمد لله لأول، كل ما لأحسن، كل يوم أقرأها كل ما لي أحسن بفضل الله. فأنا أخواتي حبيت وصلكم هذه الرقية، لقلك فضل سورة قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من قالها 3 مرات، يعني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كفته من كل شيء، كفته من كل شيء حتى يمسي. ومن قالها حين يمسي 3 مرات، يعني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كفته من كل شيء حتى يصبح. كفته من إيه؟ من الحسد، من العين، من الجن، من الشياطين، من السحر، من السرقة، من حوادث السيارات، من الفواجع، بإذن الله، وما سوى الله شيء. سبحان الله. وآية الكرسي عندما تقرأيها في الصباح، من يقرأها في الصباح أجير حتى يمسي من الجن، أجير من الجن حتى يمسي، ومن قرأها في المساء أجير من الجن حتى يصبح. يعني بدها حراسة مشددة، مثل ما المقطع اللي وصل لهذه الأخت،
اللي بده حراسة مشددة من الشياطين والجن والحسد والعين وكل هذه الأمور، ومن الفواجع، ونزلتي من البيت خافي توعي ولا يصير لك شيء، ولا الله حاميكي حصن منيع. هذه السور، آية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. حافظي عليها حبيبتي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، داومي عليها، حتشوفي التغيير بإذن الله بحياتك. هذه الأخت ما شاء الله قوة إلا بالله، أتي رجعت لحياتي، فعلا كان فيني حسد شديد، يعني أصابتني عين شديدة، فالله سبحانه وتعالى أزال عني البأس بفضل الله وشفاني من العين بفضله سبحانه وتعالى. لكن أخواتي بدي نبه على ملاحظة قبل أن تبدأي بهذه الأذكار. قوة هذه الأذكار عندما تقرأيها، يعني تقولي ما شاء الله في واحدة من أول شفة ولا من أول كاسة رقت الماء بهذه السور، أو أول ما بتقرأها الله سبحانه وتعالى يعني يعطيها ويحفظها ويزيدها قوة وبيذهب عنها الخمول وغيرها، يعني بتطول لأنها تجد الأثر. شو يعني شو الفرق؟ أنا أعطيكي فرق انتبهي عليه وحاولي إنك يعني تراجعي نفسك فيه. قوة الذكر تكون بقوة إيمانك، بقوة تقواك، بقوة محافظتك على صلاتك في أوقاتها، بقوة محافظتك على صلاة الفجر، بقوة التزامك بحجابك وبالستر، بقوة حفظك للسانك من الغيبة والنميمة والكذب والكلام السيء، بقوة حفظ جوارحك مما يغضب الله، بقوة بعدك عن المعاصي وقوة عملك الصالح. تجدي أثر هذه الأذكار، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. مثل ما أنه أنت ماسكة يعني فأس شديد وأنت قوية وذراعك قوية، فتضرب بهذا الفأس تقطع يعني مثلا دامك خشبة بدك تقطعيها فأس. أعطيكي مثال، يعني أعطيكي مثال، ولله المثل الأعلى ولكلامه الكريم، يعني ذراع قوية وفأس شديد دامه خشب صلب، فوقت ينزل عليه الفأس يقطعه من أول مرة، بينما تكون الذراع ضعيفة ويجي يخبط الخشب فبتلاقي ما بتنكسر، بده وقت لتنكسر. فهذه قوة الإيمان، ولله المثل الأعلى ولكلامه الكريم. عندما تتمسكين بالقرآن، عندما تمسكين القرآن فسبحان الله تجدي أثره سريعا بإذن الله تعالى. حافظوا على صلواتكم أخواتي، حافظوا على صلاة الفجر، حافظي على أذكار الصباح والمساء، حافظي على وردك من القرآن، حافظي على صلاة الضحى، حافظي على الصدقة لو بالقليل لو بريال، قد ما بتقدري قد ما تستطيعي. الابتسامة في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. حافظي على الأعمال الصالحة، زيدي من النوافل، تقربي إلى الله، تجدين أثر هذا الخير كله في حياتك بإذن الله، وفي الجنة بإذن الله تعالى، في دنياك وآخرتك بإذن الله تعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما. لا تنسوني من دعائكم، وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.